بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله مع بعض سنقوم بصناعة بوردة تقوم بتحويل 5 فولت إلى 12 فولت لاستعمالها في عدة مجالات. أول شيء وأهم شيء نحتاجه وهو شاحن السيارة، هذا الذي المعروف لدينا هو الذي يقوم بتحويل الفولت من 12 إلى 5 فولت. طبعا سنحتاج الى البوردة الموجودة بداخله، هيا لا نحتاج الى هذه القطع. وبالبوردة وبداخل البوردة سنحتاج الى بعض المكونات فقط، وهي الاي سي. سنحتاج الى الاي سي، ها هو. سنحتاج الى الملف هذا، سنحتاج الى المقاومات هاته، والى الدايود هذا، و المكثفة الصغيرة هاته. وبالتالي حصلت على المكونات مجانا. إضافة إلى كل هذا ستحتاج إلى مقاومة متغيرة، وتحتاج إلى مكثفات أخرى لتستعملها في الخرج. يعني الأمر بسيط، لكن لو نلاحظ فإن البوردة تظهر غير مرتبة، لذلك استعنت ببرنامج خاص لتصميم البوردات وأعددت طلبية من شركة GLC PCB على الطريقة التالية. لإعداد الطلب ما عليك سوى اتباع الآتي: أولا تقوم برسم المخطط على أي برنامج يقوم برسم المخططات والبوردات. أنا مثال اخترت البرنامج المجاني هذا EasyEDA، ورسمت المخطط الذي يظهر أمامنا. بعد ذلك قمت بتحويل المخطط هذا إلى بوردة كما تظهر أمامنا، هي تظهر بالتفصيل، ها هي. إذا رأيتم أن تصميم المخططات وتحويلها إلى بوردات أمر مهم بالنسبة لكم، فما عليكم سوى ترك ذلك في التعليقات، وإن وفقني الله سأعد لكم فيديو أو اثنين بالتفصيل الممل. سنتعلم مع بعض إن شاء الله كيفية تصميم المخططات وتحويلها إلى بوردات وطباعتها إن شاء الله. بعد إتمام آخر الرتوشات ما عليك سوى الذهاب إلى هذه الأيقونة والضغط على زر Generate Gerber، تضغط على No وتخرج لك هذه الأيقونة Gerber View لملاحظة البوردة يعني كيف تظهر. هنا Generate Gerber للحصول على ملف زيب مضغوط ولإرساله إلى موقع الطلبات، أو إن أردت الاتجاه مباشرة إلى موقع GLC PCB فما عليك سوى الضغط هنا. طبعا حتى تضغط هنا يجب أن تكون مسجلا، فالتسجيل في الموقع بسيط جدا، ما عليك سوى إدخال الإيميل وبعض المعلومات البسيطة. نضغط Order at Continue، هاو يوجهك مباشرة إلى الموقع، هو الموقع glcpcb.com. تظهر لك البوردة الخاصة بك، تقوم بملء البيانات هنا 2 عدد الطبقات يوفر لك 4 طبقات 6 طبقات، عدد البوردات هنا 15، كم تريد من عدد البوردات هنا، سمك هنا، سمك البوردة هنا، لونها إلى آخره. يعني تقوم بملء هذه البيانات. كما نلاحظ هنا لدينا 10 بوردات ب$2 فقط، إضافة إلى تكلفة الشحن إلى بلدك. ما يتبقى لك الآن سوى الضغط على Save to Cart لإتمام عملية الشراء والانتظار مدة عملية الشحن. وبعد مدة وجيزة وصلتني الطلبية على الشكل التالي كما نلاحظ. هيا، هذا عبارة عن قلب. إضافة إلى ذلك وصلتني البوردات التي طلبتها على الشكل التالي، ها هي تظهر أمامنا. نلاحظ أن البوردات وصلتني الآن، ها هي 5 بوردات كما نلاحظ، ها هي البوردة السميكة بتقنية جميلة جدا. طبعا ب$2 فقط يمكنك الحصول على 10 بوردات، أنا طلبت 5 فقط لأنني لا أحتاج سوى 5. ها هي،
كما تلاحظون فالبوردة هذه تحتوي على مشروعين اثنين. المشروع الأول هو عبارة عن step up، والمشروع الثاني عبارة عن step down. يعني القطعة هذه لوحدها وهي مشروعنا لهذا اليوم، والقطعة هذه هي لوحدها كذلك هي عبارة عن مشروع آخر سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله في فيديو آخر، سنقوم بخفض التيار من قيمة إلى قيمة معينة أخرى. سنقسم البوردة على اثنين، هكذا. اليوم إن شاء الله سنشتغل على هذه البوردة step up DC to DC. هاي.
سنختبر دارتنا ونرى ما مدى توفقنا في ذلك. قمت بربط الخرج مع الأفوميتر هكذا، والدخل ها هو متصل مع الباور سبلاي ها هو، والموجب ها هو، لا أزال لم أركبه. سنلاحظ، سأضع الموجب الآن. نحن على تدريج 1 فولت، 1 فولت، سنرفع قليلا ونلاحظ 1.6، 2.4 أعطتنا 12 فولت. نرفع أكثر، 5 فولت، 12.3. نرفع أكثر، 6 فولت، 12.3، مستقرة. نلاحظ الشيء الجميل هو استقرار الفولت. نلاحظ 7 8 9 11 12. نلاحظ حتى 12 فولت تبقى 12 فولت. محاولة منا لاختبار كفاءة هذه الدارة، سنقوم بالتجربة التالية، وهي محاولة تشغيل روتر هذا الذي يشتغل على 12 فولت. سنحاول تشغيله باثنين بطاريات ليثيوم 3.7 مربوطة على التوالي، يعني الفولت سيكون بحدود 7 و8.5 فولت. هو الروتر الآن، سنقوم بمحاولة تشغيله بتركيب الشاحن هيا. اشتغلت اللمبة، ننتظر قليلا. طبعا هذا مجرد اختبار لدارتنا، انا لا اضمن ان كانت الروتر سيشتغل بكفاءة عالية على البطاريتين ام لا. هو اشتغل رمز الويفي، بمعنى الروتر الان يشتغل تماما، يشتغل بصفة عادية. طبعا هذا مجرد مثال فقط. يمكن أن نقول أن تجربتنا نجحت والحمد لله. الدارة هذه لا يمكن استغلالها في تكبير الفولت فقط، وإنما يعني لو كانت لديك بطارية 12 فولت، كما نعلم البطارية 12 فولت لما يسقط الفولت ربما يصبح 9، يصبح 10 فولت، وبالتالي فإن الدارة هذه ستقوم بتقويم الفولت وتعيده إلى 12، وبالتالي ستستفيد من طول البطارية، يعني بدل أن البطارية تنتهي في ساعتين أو 3 ساعات ستنتهي في 4 ساعات أو أكثر. لذلك لو أردت تشغيل الروتر، نلاحظ أن الروتر لا زال مشتعلا، يعني لم ينطفئ. لو أردت تشغيل الروتر بكفاءة عالية فعليك إضافة بطارية ثالثة إلى هنا، يصبح لديك 11 فولت، وبهذا فستضمن استمرارية اشتغال الروتر هذا لعدة ساعات. هذا كل شيء لهذا اليوم، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ولو القليل. إن استفدت فما عليك سوى الضغط على زر اللايك ومشاركة الفيديو هذا مع جميع أصدقائك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.